السلام عليكم ورحمة الله. أزول في اللون، مرحبا بكم. فرحة كبيرة، فرحة انتصار وفوز وصود الأطلس على الثيران الإسبان، وفرحة هذه اللي تتسجل في التاريخ، حيث بعد ما تعادل مع نائب البطل العالمي كرواتيا، الفريق المغربي هزم الفريق اللي احتل المرتبة الثالثة في المونديال اللي فات، وبعدها زاد هزم فريق كندا اللي كان يعتبر شغل مفاجأة في هذا الكأس العالم هذه. وفي نهاية الأمر يزيد يكمل على الفريق الإسباني اللي كان حاز على كأس العالم من قبل، ويعتبر من أكبر الفرق العالمية. وهكذا بعد الفوز هذا يظهر الفريق المغربي ويأكد على أنه الأبطال والأقوى هم المغاربة. هذيك تاع لي وين ماتش يربح كل سيربريز، ما بقاتش سيربريز، راهو ياكل فيهم واحد واحد، الفريق المغربي راهو ياكل فيهم واحد واحد. طبعا هذا الانتصار هذا اولا يبين بان كرة القدم الافريقية تقدمت، ثانيا يبين انه شمال افريقيا تمزغ موطن الابطال، موطن الأبطال. كنا نتمناو لو مشاو ثلاث فرق مغاربية لكأس العالم، للأسف أنه الجزائر على رأسها عصابة حرايمية حبت تستغل كرة القدم وكذا، فكانت هزيمة للفريق الوطني، وبعد ذلك يغضيوا فيه بحوايج أخرين راهو الأربيتر وما الأربيتر. المهم احنا نبقاو مع الفوز المغربي هذا اللي فرحوا له كل الجزائريين، كل الجزائريين، كان حتى بعض الانذال كانوا يسبوا يشوفهم نعدوا دي فيديو ويتمناو في الفوز الفريق المغربي، لان ما على بالهم حاسين باللي راح يدير حاجه. ولكن ما تكلموش على الانذال، احنا نتكلموا على الجزائريين الأحرار، الشعب هذاك كما شفتوهم في زيجل اللي وراهم كامل يقول لك هذا مع المروك. كان إخواني يقول لك علاش تقولوا المروك؟ إيه المروك صافي دو ماروك. الجزائريين والتوانسة يقولوا مروك، ما يقولوش المغرب. أصحاب الغرب في الجزائر يقولوا المغرب، أما من الصنام إلى يقول من الجزائر حتى لتونس كامل يقولوا المروك سي ماروك. يقول لك مروكي داير كاين مسلسل تونسي وين أحد الأبطال تاع المسلسل يعيطوا المروكي، لأنه ما فيها ريان دو بيجوراتيف. هذه هي كلمة ماروك ولا مروكي. وزمان كانوا يقولوا مراكشي، ما يقولوش مروكي، يقولوا مراكشي. وشكون صحاب الغرب تاع الجزائر يقولوا مراكشي؟ بن بلة اللي بعد أصلا من مراكش، لما يتكلم عن المغرب يقول مراكشية. فوالا دونك هذه باش كاين اخوان يقول لك علاش تقولوا المروك؟ انا مروك ماهيش سبه ماهيش شتيمه، سي ماروك ماريوكوس. فوالا المهم احنا فرحنا كامل، ونعطيكم ونشكر الاخ اللي بعث لي صوره فرحه الفريق الجمهور الجزائري اثناء المقابله، اثناء ضربه اثناء ضربات الجزاء. هذيك الصورة هذه من قلب الجزائر رغم أنف الأعداء اللي راهم يحكموا في الجزائر. هذيك الصورة. Oh!
هذا هو الشعب الجزائري. الشعب الجزائري قلبه ينبض للفريق المغربي وكل كل ما هو مغربي، لانه بروباغندا تاع اعداء الجزائر قبل ما يكونوا اعداء المغرب ما تاكلش. اليوم حتى صحافه بودورو هاي كتبت، نشوف بعض العناوين تاع صحافه بودورو، يقول لك هذه جريدة مونديال قطر، المغرب يهزم إسبانيا ويبلغ ربع النهائي. هذه جريدة العار يسموها، النهار يا جريدة العار، لأول مرة في تاريخ العرب. وعلاش قدر وعلاش هذا الراسيزم؟ نحن نقولوا لأول مرة في تاريخ المغرب الكبير، في تاريخ شمال إفريقيا، ما نروحوش نتكلم على أمور تاع عرقية، كاش حاجة تاع عرقية، احنا نتكلموا ليزيب، أون بليس احنا أمازيغ. تأهل أمسية اليوم الثلاثاء منتخب المغرب للدور الربع النهائي من منافسة كأس العالم، دارين فيها يعني جايبين الخبر هاي ليك، يعني هذه ديجا الحاجة لنا. شوفوا كانت جريدة أخرى، هذه الشروق مازال ما لحقوش الخبر، يستناو التليفون يجيهم، مازال ما جاهمش التليفون، شوفوا لهم كشمال الآخر. المهم الجزائريين فرحوا بهذا الفوز، فرحوا بهذا الانتصار لأسود الأطلس، انتصار الفريق المغربي. وشوفوا زير تي في وش راح يقولوا اليوم، لأن تشوفوا زير تي في هذه في الربع النهائي ما حطوش شكون خصم إسبانيا، إذا شكون هزم إسبانيا، شكون ضد إسبانيا؟ دي فانتوم، هادي فانتوم هادو اللي هزموا اسبانيا، شكون؟ شوفوا ولاد الحرام يعني كيفاش. هذه الجزائر تي في دي كانت قناه تاع علي حداد اللي راهو في الحبس، ومن بعد داوها له المخابرات وداروا فيها ايكيب ويعديو واش تبغي العصابه بطريقه يعني خبيثه، بطريقه يائسه ما عندها حتى تاثير على الجمهور الجزائري. وزيد حتى ولو حبوا مثلا ياثروا، شفنا اليوم ما كان حتى تاثير. الشعب الجزائري في القهاوي بارتو، والناس خرجت في الشارع كما شفناه في دور اخر مقابله تاع الافواج، خرج الشعب في الشارع، الشعب الجزائري خرج يدفل. سمعتوا دور كاين اللي غارتهم يعني اكيد، شوفوا هذا شوفوا بال على روحه شنقري، هذا بال على روحه يسمع بلي المغرب تاهل، شوفوا فيه ربي شافيه، نقولوا على كل حال، لأنه حكموا البول لما شاف المغرب أهل. وشرشابون وقعد يضحك وعدوه راح يخبطها، شرشابون راح يخبطها، وبدأ يسب في الحرام اللي في الخارج يتحلف فيهم. سمعت الحرام اللي راهم في الخارج بدأ يسب فيهم ويقول لهم درك ندير لكم ودرك نعمل لكم وكذا. هاي ديك درك تشوفوه شرشابون كيفاش أعطاها بخبطة بعد انتصار الفريق المغربي. شوفوا نحوسوا له وين راحت، شوفوا وين راحت هذه، وليك أمور مقابلة تاع المغرب. نستعمل معاه كل وسائل يخلصها غالية، ولو راه يهدر. شفتوا وين وصلوا المغاربة، كراهيتوا المغاربة وين وصلاتوا، كراهيتوا للشعب الجزائري وين وصلاتوا، الحرام ساتوا. الناس كلها متصالحة مع بعضها إلا هاد الزوج هادو، ما ولي عندهم حاكمين هاد الأندالي معاهم، العصابة اللي معاهم، لأنهم باش يوجهوا يعني الرأي العام الجزائري لشيء آخر، باش الجزائريين ينساو أنه الجزائر اغتصبتها عصابة عراية. جايب لي قال لي هاو كاين عديان تيروريزم في التساير والداخل، والمغرب راهو على الحدود وكذا. راهو الشعب الجزائري كله يصفق المغرب، كله فرحان بانتصار المغرب وزكارة في العديان. على كل حال